رح نبدا حلقتنا مع الفيلم اللبناني المميز ناتس او ورقه بيضاء، واللي بياخذنا الى عالم جديد من الحركه والاكشن والبلاك كوميدي، واللي نادرا ما بتتناوله الافلام اللبنانيه. فعن شو بيحكي ناتس وشو خبرونا ابطال الفيلم عنه؟ خلونا نشوف سوا. عم ركب طاولة هيك مجموعة من الأصحاب المقرشين وحاسس إنه قادر تعمل هيك مبلغ. وبيعرفنا الموفي على لانا لعبة بوكر رح تعطينا فرصة الدخول إلى عالم غامض ما تعود عليه اللبنانية، عالم مجنون غامض وبعيد عن الحياة الواقعية، عالم المدمنين على لعبة القمار وكل شيء بيتبعها من أجواء الليل من عالم الإجرام والإدمان. فبعد أن شعرت لانا ربت منزل بالملل والضجر، ارتقت إنها تروح إلى مكان بيكسر لها الروتين من دون ما تعرف إنها رح توصل لمكان ما كانت متوقعته، حيث رح توقع بفخ وما عاد بإمكانها التراجع. دوري دور لانا، هي بتكون امرأة مجوزة وعندها ولد وعندها فراغ عاطفي من أول لقطة بالفيلم بتنتبه على هذا الشيء، وبتتعلق بهذه اللعبة اللي هي بوكر وبتدمنها، وبتشوف هالرحلة للانا وين بتوديها ولأي شخصيات بالمجتمع بتواجه، يعني بتفوت بمختص إذا بديك من وراء هاللعبة، بتنزل على محلات هي مش موجود مش لازم تكون موجودة فيها. فيعني هي كمان نوع من توعية غير مباشرة للجمهور. بحب أنا هولي الأفلام اللي بيطرحوا مواضيع دايما ما بتشوفيها بالحياة العادية، بتعيشيها من خلال فيلم. ناتس أو ورقة بيضاء هو إذن بطولة دارين حمزة، جابرييل يمين، طارق يتيم، حسان مراد، إدمو حداد، ألكسندرا أهوجي، بديع أبو شقرة، وبالفعل كتار غيرهم. الفيلم كان تجربة جديدة لإلي مع أنه شاغل سينما قبل، وبكل تجارب اللي عملتها قبل ما كنت بصراحة متوقع أنه نوصل لهالمستوى، مش تقليلا من التجارب اللي عملتها قبل كنت حبها كتير، ولكن هذا فرجينا أنه لما يكون الإنتاج اللبناني عنده كل الإمكانيات متوفرة له ممكن يوصل لمستوى عالمي وكبير، وممكن نشوف حالنا فيه بكل مكان بالعالم. دوري بلا ما خبر، يعني أحسن يجوا الناس يشوفوه، لأنه بس هيك فكرة لنشجعهم مش مثل ما شايفيني من قبل، مشان هيك راح يتفاجأوا وراح ينصدموا، راح يقولوا معقول هذا الممثل اللي كنا نشوفه بغير أدوار نشوفه هيك بهالدور هذا، راح يتفاجأوا، خلي يجوا يتفاجأوا أحسن. دوري مرة شوي قوية إذا بديك، متمردة وكتير عفوية، ولكن عندها نقص لأنه جاية من مجتمع شوي سطحي وراكد، فبتجرب تعود هذا الشيء بالأحاسيس القوية إن كان من خلال الرجال أو الكحول أو، فهيدا بيخلق عندها بيخلق شخصية كتير متطرفة. دوري بالفيلم أنا بدك استعمل كلمات بالفصحى حتى تطلع جارحة أقل، أنا قواد وتاجر مخدرات وبلم ديونات من العالم اللي ما بتدفع ومش كارجي شوي. أنا بلعب شخصية اسمها ربيع، وربيع هو شخص غامض ولكن شخص هيك جذاب، بتكلم كتير منيح مع الناس وتصرف، يعني مبين عنه انه شخص ما بتعرفي ايه بس ما بتعرفي شو بيفكر، يعني مجرد ما تبرمي عنه بيتحول لشخص اخر. هو شخص ذكي ماهر بلعب القمار، ولكن بمعنى بيلعب بالناس، وبس يبرم عنه بتصير مثل بيصير بكل الاتجاهات، ودائما بينسحب بدون اي خسائر. عاد هيك بنشوفيه باخر لقطه منسحب لحاله، عم بلعب نقيضي تقريبا، ما عم بلعب كوميدي على فكره، مشان هيك يمكن حبيت الفيلم، مش عم بلعب كوميدي بهيدا الفيلم، حتشوفي حدا ثقيل، لئيم، زنخ، شايف حاله مفتكر حاله هو القصه كلياتها. بتعرفي ما راح احكي عن دوري لانه الدور هو كثير صغير، يعني خليه يعني ما في احكي عنه، بدهم يشوفوه. خلي العالم تشوقها لتشوف شو عم بتقدم. اذا تاثر فيه ولا لا، يعني الناس بدهم يشوفوه. بس خبرنا شوي انه عم بتقدم ادوار بنعرفها عنك ولا هيك شيء دور جديد؟ دور واحد مشلول على الكرسي. ناتس من كتابة تانيا سيكياس، اخراج الفرنسي هنري برجيس، وانتاج شركة ليزر فيلمز لطارق سيكياس اللي كان له كلمة ايضا بهالمناسبة. كان الفكرة عبالي اعملها من زمان كثير، وقلت يعني اذا ما مجرب ما راح نوصل، خلينا نجرب نعملها. وتعذبت شوي للاقي المصاري وال بتعرفي الدعم، بس مش الحال اخر شيء.
كيف كانت مشاركتكم بمهرجان دبي السينمائي؟ كانت جنة، عملنا سولد اوت، كان يومين فول مع بالبيك ثياتر، كان عن جد خبرة تجربة كتير كتير شي حلوة. ناتس أقيم البريمير الخاص فيه بلبنان بسينما سيتي ببيروت سوق، وأصبح افيلبل بالصالات السينمائية.